من جديد أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج ضيف اليوم من العاصمة الأردنية عمان، والتي نستضيف فيها الفنان والدكتور أيمن تيسير. أهلا ومرحبا بكم. أهلا من جديد بك يا مرحبا. دكتور أيمن، كيف تقيم اللحن العربي الحالي بالنسبة للألحان القديمة، بالنسبة للأغاني القديمة مثل أغاني عبد الوهاب، مثل أغاني العندليب؟ نعم، ما في مقارنة الحقيقة. يعني الألحان اللي تربينا عليها واللي أسست لمدرسة غنائية عربية قديمة كانت الحقيقة تتبع منهج صحيح، منهج يعني يستخدم كل إمكانيات المقام الموسيقي العربي. مقارنة مع اليوم، المقام أو شكل الأغنية أو المقام في الأغنية المعاصرة أصبح يعني مجتزأ لأصغر جزء من المقام، بالتالي لم يعد التركيز على اللحن أكثر من المصاحبة الموسيقية من الآلات أو التوزيع الموسيقي. كان لي بحث أكاديمي في هذا الموضوع بخصوص شكل المقامات الموسيقية في الأغنية المعاصرة، فعمل دراسة علمية وتبين أنه المقام طلع يعني مظلوم جدا في هذه الدراسة، اختزل إلى بعض الجمل اللحنية البسيطة جدا اللي لا يعني التي لا تمثل المقام الموسيقي الشرقي اللي احنا تربينا عليه. بالتالي الألحان أصبحت كثير بسيطة، فصلت الألحان بناء على إمكانيات الأصوات الموجودة في الساحة، بالتالي كل صوت إمكانياته متواضعة يفصل له اللحن المناسب له، وهذا كان على حساب طبيعة موسيقانا العربية الشرقية الغنية بالأبعاد الموسيقية والغنية بالمقامات الشرقية. فالألحان متواضعة، سيطرت عليها الموسيقى الآلات التكنولوجيا في نعم، سنتحدث عن هذا الموضوع. نعم نعم، فأنا بشوفها ألحان كتير بسيطة، يعني تعبر عن جمل بسيطة بسيطة جدا يعني في الألحان. نعم، الآلات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة برأيك هل ساعدت على دعم الموسيقى والفن الحالي، أم أنها شكلت حاجز عن الموسيقى الشرقية الجميلة؟ لا، بالتأكيد هي شكلت حاجز الحقيقة، لأنه إحنا في عنا عنصر في الموسيقى الشرقية مهم جدا، عنصر الإحساس، عنصر التفاعل بين الفرقة الموسيقية وبين الفنان اللي بيغني. الآن الأغنية لما بيسمعها الجمهور هذه بتكون عبارة عن كليبس صغيرة، كل موسيقي بيأدي دوره بيروح دون أن يعلم من سيأتي بعده أو قبله بالآخر، بالتالي الكليبس هي بتتجمع وبتصير أغنية، ففقدت عنصر مهم جدا. يعني يمكن أعزف أنا وأنت بفرقة، أنا إحساسي مغاير لإحساسك، بس الإحساسين مع بعض يكونوا جميلات. هذا العنصر انفقد إلا من خلال الحفلات الغنائية اللايف، يعني كونسرت. فالتكنولوجيا ساهمت في قتل موضوع الإحساس، ساهمت في قتل ميزة بموسيقانا العربية اللي هي بعد الربع صوت، يعني اللي موجود عندنا في مقاماتنا، وهذا الربع حر، يفترض أن يكون حر وفيه مجال للزيادة أو النقصان بناء على المزاج العام للأداء. التكنولوجيا بتعرف 1+1=2، ما عندها يعني مبرمج للصوت كل الأصوات زي بعض، فبالتالي هذا عنصر مهم فقدناه في الأداء الموسيقي العربي، وهذا جوهر. فأنا برأيي أنها ساهمت مساهمة سلبية، إلا أنها ساعدت أيضا في أمور أخرى، في التوفير على الإنتاج الموسيقي، لأنه هلأ صار من خلال الكيبورد الأورج ممكن تلاقي فيه فرقة موسيقية كاملة، بالتالي من الناحية الاقتصادية ممكن يكون توفير صار أكثر. نعم، إذا ما هي المسؤولية الملقاة على الدول العربية، على الجهات الرسمية في الدول العربية من ناحية دعم الموسيقى، من ناحية دعم الفن؟ سؤال حلو جميل، أنا دائما يعني بحكي بهذا الموضوع. الموسيقى الحقيقة من خلال التاريخ كله، لو رجعنا من بداية التاريخ العربي الإسلامي في العصر الأموي لعصرنا اليوم، ما عمر
الموسيقى كان لها قيمة إلا بقرار سياسي. نعم. إذا كان هناك قرار سياسي لدعم الموسيقى، بالتالي ستجد تطور ونهضة موسيقية. وإذا بنسأل أنفسنا سؤال، مصر ليش كانت رائدة في الموسيقى؟ يعني ليش مصر؟ يعني هل هناك فنانين وملحنين وشعراء أكثر من أي دولة عربية؟ القصة مش بعدد السكان، لكن تاريخيا يعني القرار السياسي كان في مصر دائما كان لصالح ودعم الفن من محمد علي الأول. دكتور، لكن يعني هناك بعض الدول التي تتوفر لديها الناحية المادية ولم نرى فيها أي دعم للموسيقى باستثناء بعض الدول، أنا أتحدث عن المنطقة العربية تحديدا، برأيك هل هذا يحتاج إلى سنوات حتى نوصل مفهوم أهمية وجمالية الموسيقى والفن؟ طبعا لا يعني لا شك أنه إذا الدول عندها دعم أو إمكانيات وما في عندها اهتمام في الموسيقى، فهذا اسمه يعني نقص في التفكير أو نقص في وعي أهمية الموسيقى. بالتالي لازم يشتغلوا على توعية الناس وتوعية يعني أهمية الثقافة الموسيقية في المجتمعات العربية. نعم دكتور، هل ترى أن هناك انسجام ما بين المطرب والملحن، ما بين الفرقة الموسيقية نفسها؟ ترى في بعض الأحيان وتشعر أن كل أحد يغني على ليلاه إذا كان في فرقة معينة، أو تشعر أن اللحن غير مناسب للمطرب، فهل هنالك ارتباط ما بين الملحن والمغني تحديدا؟ هو كان يعني هو المفروض يكون في علاقة روحية كمان قبل أن تكون علاقة أو مهنية. يعني إحنا دائما كنا نعرف أنه في فريق عمل ودائما عايشين مع بعض، الملحن والشاعر والمطرب، وبيقضوا أيام وهم يجهزوا في عمل. يعني انسجام الأرواح بيؤدي إلى ظهور عمل فني معبر، يعني في تناغم وانسجام بين الأطراف، هاي الأركان، أركان العمل الموسيقي، خلينا اليوم الكلمة، الشاعر، الملحن، والمؤدي، والموزع الموسيقي. لكن الأيام هاي الحقيقة الشاعر لا يعرف الملحن، والملحن لا يعرف المطرب. الشاعر بيقدم كلام لشركات الإنتاج ولا يعلم من سيغني. يعني تتحدث عن ناحية تجارية الآن فقط؟ تجارية بحتة. شركة الإنتاج تطلب من الشاعر الفلاني والشاعر الفلاني تزويدنا بكلمات أغنية، الشركة بتوديها للملحن بلحن، الملحن بياخدها الموزع بجهز شكل ستايل. إذن تغلب الناحية التجارية أسقط كثير من المفاهيم إذا جاز لنا القول بهذا الاعتبار؟ بكل تأكيد، للأسف طبعا. هناك، اسمح لي بهذا السؤال، هناك من يتهم الفنان الدكتور أيمن تيسير بأنه مطرب نخبوي، ما رأيك بهذا الكلام أن يحدد جهة معينة ليغني لها؟ لا، هي مش تهمة، يعني خلينا نعرف مع بعض. يعني أنا أتحدث عن آراء النقاد. لا، توجه لي السؤال هذا بالعديد يعني من المقابلات الصحفية والتلفزيونية، بس دائما كنت أرد يعني ما المقصود بالنخبوية؟ يعني هل النخبوية هي طبقة اجتماعية عالية؟ هل هي طبقة سياسية؟ هل هي طبقة فكرية؟ هل هي شو النخبوي؟ يعني أنا بحفلاتي أرى مجتمع متعدد الطوائف، متعدد الطبقات الاجتماعية، متعدد الفئات العمرية، متعدد، لكن الفن اللي أقدمه هو أصبح فن نخبوي، يعني لا يسمعه إلا من يحبه ويعلم بأنه هذه موسيقى كلاسيكية، مقارنة مع إذا رحت تحضر موسيقى كلاسيكية وبدك تحضر جاي فرقة سيمفونية وبتقدم، مين اللي بيحضرها؟ مش حيجي واحد شعبي غير مثقف يحضرها. هاي بحاجة لنوع معين من الثقافة، انك تعرف شو اللي بتقدم، تعرف وين لازم تزقف، ممنوع تزقف، ممنوع تحكي، في لها بروتوكول. في المقابل موسيقانا الشرقية العربية لها بروتوكول، لها ثقافة معينة، يعني ثقافة المتلقي في سماع هذا النوع غير مقتصرة عن انك تكون مرتاح ماديا او تعبان ماديا. تجد ناس فقراء لكن
يعني يتذوق هذا اللون الموسيقي، فهاي فئة نخبوية أوكي هم نخبويين وأنا موافق. نعم دكتور، لا يوجد فنان، لا يوجد ملحن، لا يوجد موسيقي لم يعش أحداث الربيع العربي من ناحية التفكير، من ناحية وجهة النظر الخاصة به بهذه المنطقة التي نعيش فيها. كيف تقيم انعكاس الربيع العربي على الموسيقى، على الفن؟ هل خدم الربيع العربي الموسيقى والفن أم حد من تقدمهم؟ لا طبعا ما خدمش يعني. وفكرة الربيع العربي أنا من البداية ما كنتش يعني مؤمن بهذه الفكرة يعني، والدليل هلأ النتيجة عم نشوف، لا ربيع ولا طلع شيء يعني، كلها كانت فقاعة الفاضي. وأكثر إشي تضرر من الربيع العربي هو الموسيقى الحقيقة لأسباب عديدة. أول شيء ظهور التيارات المتشددة هاي حرمت الموسيقى، رجعت تحكي بتحريم الموسيقى ومنعت الموسيقى، توقفت المهرجانات العربية اللي كنا معتادين المشاركة فيها كل سنة، أصبح كل حديث الناس هو التشدد وإلى آخره، قطع الروس وما إلى ذلك. يعني كان المتضرر الوحيد فيما جرى هو الموسيقى والفنون بشكل عام. يعني أغلب الدول ألغت مهرجاناتها، الدعم توقف عن العديد من المشاريع الموسيقية في كل العالم العربي من خلال تواصلي مع كل الموسيقيين الموجودين في العالم العربي. توقفت المهرجانات لأنه في مجازر عم بتصير أولا وليس وقت الموسيقى، والحديث كله أصبح حديث ما يدور. نعم لكن دور الفنان يعني يوجد دور للفنان، في دور كبير، دور كبير في هذا المجال، دور كبير خصوصا الآن. يعني الآن الصورة أصبحت واضحة من فكرة ما يجري على الساحة العربية. الآن أنا أرى أنه أسرع طريقة للخروج من ما يدور حولنا هو الأغنية الهادفة. الأغنية الهادفة أسرع وسيلة الآن ل يعني توعية الناس من اللي عم بيصير. يعني احنا طول عمرنا في العالم العربي شعب متلقي، بنقعد بنقضي 4 ساعات على التلفزيون واحنا نسمع اخبار بس نشوف شو عم بيصير. طب دورنا وين احنا؟ شو بنعمل يعني؟ يعني اذا ما طلعناش مظاهرات شو بدنا نسوي؟ انا رايي انه الفنان هون الان دوره. اغنية واحدة لو انتشرت في العالم العربي واخذت الدعم بتغير كل مفاهيم اللي عم بيصير في العالم العربي. فلازم يصير في دعم للأغنية الهادفة اللي احنا من عاني مثلا من تيارات سلفية متشددة. اوكي نعمل اعمال توضح الافكار هاي كلها، وخلي الاعمال هاي تنتشر عبر السوشيال ميديا، وخلي الاجيال تسمعها، وخلي وخلص مسج بيوصل سريعا. يعني اهم من كل المؤتمرات والمحاور واللقاءات التلفزيونية، وعمل موسيقي بيصل لكل العالم بشكل سريع. الدكتور والفنان الأردني أيمن تيسير، في نهاية هذه الحلقة أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا، وشكرا للمحطة العزيزة الغد العربي، وإن شاء الله بتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. العفو. وأنتم مشاهدين الكرام نلقاكم في حلقة جديدة من العاصمة الأردنية عمان، الموعد يتجدد، إلى اللقاء.